بيغيرهم زي الشرابات وكل يومين جوازة. مسلم بأشعاره في الحياة تروح عروسة تيجي الأحسن منها، وعشان كده ما كملش شهرين من طلاق ميكا البغدادي أم بنته وراح خطب واحدة تانية في ثواني، وده اللي خلى الجمهور فتح النار عليه والكل بقى عمال يهاجمه بشكل غريب. يا ترى إيه حكاية خطوبة مطرب المهرجانات مسلم وليه الجمهور بيهاجمه بالشكل ده؟ ومين هي العروسة الجديدة اللي فستانها قلب الدنيا عشان مفهوش بطانة؟ تعالوا نعرف الحكاية. الحقيقة إن مسلم بتاع المهرجانات طول عمره مثير للجدل، وكل يوم يطلع بترند غير التاني وحاجة كده آخر قلق على الساحة. بس المرة دي ما طلعش ترند عشان أغنية جديدة ولا حتى عشان خناقة مع طليقته ميكا البغدادي، لا ده خطب. أيوة زي ما بقولك كده، مسلم ملحقش يعمل موف اون من ميكا البغدادي وراح خطب واحدة تانية، وكمان لبسها فستان جريء جدا وكان مفتوح من كل حتة، وكأنه قاصد يعمل كده عشان يغيظ ميكا البغدادي اللي كانت فرحانة جدا بعد طلاقها منه. خبر خطوبة مسلم عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا انه عمل الخطوبة على الملأ وعزم كل نجوم الفن في مصر وعمل ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وتحس إنه أول مرة يتجوز. عشان كده الجمهور كله بدأ يهاجم مسلم وينتقد تصرفاته. وكان من ضمن التعليقات على خطوبة مسلم شخص قال: إيه الهبل ده بجد؟ عيل أقسم بالله ما يعرفش يعني إيه مسؤولية، وخسارة فيك مي بجد. بالمناسبة مي أحلى بمراحل فرق السماء والأرض. كمان في شخص تاني قال: حرام عليك يا مسلم، أنت عشان تغيظ ميكا تعمل كده وتبوظ حياة البنت الغلبانة دي كمان؟ دي هبلة وكمان هتندم قدام، ربنا يهديك. وفي واحدة تانية قالت: والله اللي ترتبط بيه بتقل من نفسها جامد، ده بيفضل يلقح زي النسوان على كل واحدة ترتبط بيه بعد ما يسيبها، كنت بحبه ومعنطش بطيئه عشان عيل. وطبعا هجوم الجمهور على مسلم كان بسبب أزمته مع طليقته ميكا البغدادي، واللي كانت قلبت الدنيا بين الجمهور بعد ما مسلم طلع وأعلن طلاقه رسميا وقال: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ما كنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني رعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكتر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني. كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن. بعد طلاق مسلم وميكا البغدادي كان طلع كلام كتير إنه بيخونها وإنه كمان اتجوز عليها، وده لأنهم ما قالوش أي سبب عن الطلاق. لكن بعدها طلعت ميكا وقالت: ممكن بقى كفاية، كفاية بجد كلام يضايق، كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية كمان إشاعات وحاجات مش صح أصلا نهائي. وقالت كمان: أنا لحد اتجوز عليا ولا سيبنا بعض عشان عيد ميلاد، كفاية تخاريف، أنا وهو ما حصلش نصيب لأسباب تخصنا، وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام، فياريت كفاية كلام يضايق. موقف ميكا البغدادي بعد طلاقها من مسلم كان محترم جدا وخلى كل الناس تشيد بيها، وعشان كده لما مسلم طلع وأعلن خطوبته كل الجمهور فضل يهاجمه ويقول إن ميكا خسارة فيه، وكلام تاني من ده كتير. انتوا كمان ياريت تقولولنا رأيكم في خطوبة مسلم بعد شهرين بس من طلاقه لميكا البغدادي.